عليكم ومرحبا بكم ورمضان مبارك كريم الأحلى وأغلى متابعي قناة سلطانة. مرحبا بكم في حلقة ترمضينا مع جوري. في هذا الشهر المبارك كيتقرب الإنسان من الله وكيبعد على الحاجات الخايبة، ولكن بالضبط في هذا الشهر كاين بعض أنواع الناس اللي رمضان كيتوقف عندهم فقط في أذان المغرب وموراه كترجع حليمة للعادة القديمة. التحرش في هذا الشهر المبارك واش كيعرف شي تناقص أو بنادم غير غادي وزايد فيه؟ أجي معايا نشوفوا. هو الدائره كنشوفوا بزاف سورتو في شهر ديال رمضان بالاخص مر المغرب، يعني واخا كتكون بالجلابه بالعبايه باش ما كنتي كتشوف بنادم كيتبسل، وهذا يمكن انا في نظري يمكن على هذه القضيه ديال كل ممنوع مرغوب، وهي كتكون محترمه ماشي راسها حيت حتى ديك بلا ماكياج كتقول اصلا دابا رمضان اذا لبست انا شي حاجه عاديه، حتى ديك عاديه راه حنا عندنا الغريزه ديالنا اللي كتهيج عليا. المهم نتوما غتحرشوا لا غنتحرشوا غنتحرشوا، ولكن بالمن باللي بغات حنا نتحرشوا بها، فهمتيني؟ مادام هي لبست ديك اللبس اذا قابله على شي واحد اخر يأديها، كتكون على اقتناع، ولا لبست هي شي وحده شي حاجه عاديه اذا ربي بطبيعه الحال يحميها وما يخلي حتى شي واحد يأديها. خصهم الذبيحه التربية هي كل شيء، التربية لا ماشي من اللباس، لا اللباس ما عنده حتى شي علاقة، سمعتيني؟ نقدر نكون عريانة قدام شي راجل ما يشوف فيها كاع ما يديهاش فيا، ولكن نقدر نكون لابسة محتشمة ومغطية راسي وكل شيء وغيتبسل عليا، كل شيء تربية. إيوا شنو غادي نقول لك، هذه الظاهرة ماشي مزيانة. أولا لا في الأخلاق ديال الدين ديالنا اللي ما كايناش، هذه ما خصهاش تكون أصلا نهائيا، يعني رجال ماشي كاملين فحال فحال، يعني كل واحد وكيفاش، كل واحد كيفاش على حساب التربيه ديالو كيفاش رباوه الوالدين ديالو. كاين اللي مربي والاخلاق ديالو عاليه يعني ما كيقدرش يتبسل، وكاين اللي الاخلاق ديالو بحال كيقولوا المصريين بايظه. يعني انا اش غنقول لك، الله يطعمنا حلال، الله يجيبنا شي بنت الناس حلال. اش غادي نقول لك، الله يهديهم الله يهديهم، حيت نورمالمون هذا شهر في العام والمفروض ان الواحد يحترم القدسيه ذات الشهر هذا، حيت البنات راه ما غيتسالاوش زوار رمضان زوار خارج رمضان راه ما غيتقاداوش، دونك ديكو خصهم يحترموا هذا الشهر الفضيل، ما يديروش ذاك السبه ديال باللي العيالات في رمضان ما تيحترموناش، حيت حتى هما راه ما تيحترموناش، فاش تيديروا قندوره وتيعلوا واحده اللي هنا ويولوا خارجين بها، دونك ديكو ما كيحترموناش، مي الله يهديهم هادشي اللي غنقولوا. بكلام الجمل صراحه. الوغ تبسل على البنات في شهر رمضان ولا غير شهر رمضان هذا اسلوب غير لائق. كاين مي فاسون دو بارلي اون فام، تبسل عليها اصلا ما تهضرش معاك، وعادي اذا قلتيها كلام خايب اونكور بلوس. دونك في شهر رمضان ولا غير شهر رمضان الله يهديهم، حنا اون طونك فام هذوك الناس اللي حنا غاديين وهما كيهضروا مورانا كنعتبروهم انسان ما كاينش اصلا. في رمضان هادشي بزاف، اول حاجه تا 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 الصيام ما كيكونش دايز، وثاني حاجه الناس هادو مراطين خصهم العلاج، لان لا في رمضان ولا ابار رمضان، لان رمضان بعدا اول حاجه خصنا نحترموه ونقدروا لانه واحد الشهر مبارك وكنعرفوا التقاليد وكذا وهذا اللي في رمضان. بالنسبه لابار رمضان راه بنادم خصو يكون شويه حشومه زعما صراحه لا خصنا العلاج زعما، هذا مرض نفسي، يعني هذا الانسان اللي كيتبس على بنت لا في رمضان ولا ابار رمضان هذا مريض نفسي، يعني خصو يتعالج، لان يعني البنت عندها واحد الحرمه ديالها، مني ان البنت مثلا بقى نتعرض لها في الشارع، البنت ما كتاخذش راحتها في الشارع ولا في قهوه ولا في مكان فين ما مشيتي، النظره ديال الراجل للمراه في الشارع ولا في قهوه ضروري غتبس، المراه ما كتكونش مرتاحه، يعني خرجت الشارع تعرض نبتاله، جلست في قهوه تعرض مثال اللهم تجلس الدار ديالهم، فالانسان خصو يراعي عاود شويه، وحتى حنا عاود التربيه ديالنا عاود خصنا نتعلموا ديك الحرمه ديال المراه، نحترموا المراه فهمتي لا في الزنقه ولا في الدار. على الرغم من اختلاف الاراء الا ان الاغلبيه كتشوف ان الامر عنده علاقه بالتربيه اكثر ما عنده علاقه بالدين. اما انا كنضرب لكم موعد الحلقه القادمه مع ترمضينا مع جوري. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.